معايا 3 كوبايات من الدقيق، دي مخبوزات او دقيق مكتوب عليه بيتزا، تمام؟ 3 كوبايات هنحط عليهم طبعا رشة ملح، ومعايا معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الخميرة، ومعايا بيضاية واحدة فقط، تمام؟ ومعلقتين كبار من الزبدة السايحة، ولبن دافي نعجن بيه العجينة بس، تمام؟ دول كده هنحطهم مع بعض ونعجن عجينة حلوة جدا. يلا نبتدي على طول. تعالي يا بولة كبيرة يا حلو، اهو هنحط الدقيق وعليه رشة الملح، ونضيع الملح في الدقيق. هنحط السكر والخميرة والزبدة والبيضة، بس لازم أخفق البيضة الأول قبل ما أحطها على العجينة. هنجيب كده شوكة كده، كده لازم أتأكد إنها اتضربت كويس قبل ما أحطها على العجينة أو على الدقيق يعني، بس كده هنحطها كده. ومعايا بقى لبن اعجن بيه الكلام ده كله، انا حاطاه في المايكرويف عشان يبقى دافي، هجيبه. ده طبعا هيخلي بقى ايه المخبوزات دي او الخبز المكعبات ده غني بقى، فيه بيضه وفي معجون بلبن، فيعني في يبقى ايه دي قيمه غذائيه حلوه كده. هنحط اللبن وايه ونعجن بقى، نعمل عجينة. كده تفضلي تحطي لغاية لما ايه العجينة تلم معاكي، ميبقاش فيه دقيق خالص كده ايه، لميها يعني وتسيبيها متغطية. يعني كل التلزيق ده لما تخمر هتلاقيه راحة وبقت تحفة. هنغطيها بعد ما نعجنها 3 4 دقايق عشان تبقى لينه كده معانا، ونسيبها ساعه الا ربع ساعه هتخمر وتبقى حلوه جدا. هجيب لكم العجينه الخمرانة علشان نبتدي بقى هنشكلها بشكل بسيط قوي ونعملها مكعبات. هقول لكم دلوقتي نفرد بقى العجينه، اخد العجينه دي واطبقها كده نصين كده بالشكل ده، ثنيتها انا كده تمام. عايزه اجيب صينيه فرن، ماشي، ممكن تكون صينيه الفرن الحلوه دي من قدامي هنا كده، ومعايا السكينه. هعمل ايه؟ بصوا هقطع العجينه كده بالشكل ده كده، وكده اهو اهو. تمام يا شباب، المكعبات الحلوه دي هنعمل فيها ايه؟ هنحطها نرصها في صينيه الفرن كده بهذا الشكل الظريف. بصوا شكلها حلو ازاي، ماشي كفايه كده، مش هنلزقهم في بعض اكتر من كده. وهجيب الفرشه، ومعايا هنا كده زبدة سايحة، هندهن الوش بتاع المكعبات الحلوة دي. ممكن تسيبوها كده 10 دقايق ولا ربع ساعة يعني ترتفع تاني تخمر تاني قبل ما ندخلها الفرن. وهندخلها فرن سخن درجة حرارة 200، يعني بنتكلم في تقريبا ربع ساعة. هتلاقوها اخدت لون وبقت حلوة قوي، وزي ما دايما بنعمل في كل المخبوزات اول ما بتطلع بنطرطش عليها شوية من مية الحنفية علشان تبقى طريه يعني، ونغطيها بفوطه او اي حاجه كده بتدخل على الوضع ده لغايه ما تستوي. احنا عاملين طبعا منها هناك اهم، حلوين اهم ظريفه جدا جدا، وطعمها كمان حلو عشان فيها زي ما بقول لكم بيضه، وحطينا فيها كمان عجنها بلبن. انا معايا هنا بقى في الطبق